السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن ضمائر المخاطب. ضمائر المخاطب يعني انا بكلم حد واقف قدامي. ضمائر المخاطب خمسه: انت، انت، انتما، انتم، انتن. هنعرف كل واحده بتاخد ايه او تيجي ازاي من خلال الامثله. هنقرا اول مثال: انت تلميذ متفوق. يبقى انت تلميذ متفوق، هنفهم من خلال الجمله دي انت دي بتيجي لايه؟ للمفرد المذكر. طب تعالوا تاني مثال: انت تلميذه متفوقه. تبقى تلميذه، يبقى انت بتيجي مع ايه؟ المفرد المؤنث. تالت مثال: انتما طبيبان ناجحان. انتما طبيبتان ناجحتان. من خلال المثالين دولت فهمت ان انتما بتيجي للمثنى، بس مثنى ايه؟ مثنى المذكر والمثنى المؤنث. طيب رقم خمسة: انتم عمال ماهرون. طيب انتم ديت بتيجي لايه؟ للجمع المذكر. انتن عاملات ماهرات. تبقى انتن من خلال كلمة عاملات هفهم ان هي جمع مؤنث، تبقى هتاخد انتن. يبقى انا عرفت كده ان ضمائر المخاطب خمسة: انت للمفرد المذكر، انت للمفرد المؤنث، انتما للمثنى المذكر والمؤنث، انتم للجمع المذكر، وانتن للجمع المؤنث. تعالوا مع بعض نحل التدريب ده. ضع ضمير مخاطب مكان النقط مع بعض. نقط: مهندسان بارعان. هحط خط تحت مهندسان. مهندسان يعني اتنين، اتنين يعني مثنى، يبقى هتاخد انتما. تبقى انتما مهندسان بارعان. طيب هنقرا المثال التاني. نقط: فتاة مهذبة. هحط خط تحت فتاة. فتاة ديت مفرد مؤنث، تبقى هتاخد انتي. حط الكسرة تحت التاء. طب المثال اللي بعد كده: نقط معلمات ناجحات. تبقى معلمات دي جمع مؤنث، هتاخد انتن. وهقراها كده: انتن معلمات ناجحات. المثال اللي بعديه: نقط تلميذتان مجتهدتان. تلميذتان دي مثنى، واللي بتيجي مع المثنى قلنا اسمها ايه؟ انتما. انتما تلميذتان مجتهدتان. نقط جنود شجعان. حط خط تحت جنود. جنود دي جمع مذكر، هتاخد انتم. تبقى انتم جنود شجعان. اخر واحده: نقط عامل نشيط. حط خط تحت عامل. عامل ديت مفرد مذكر، تبقى هتاخد انت. تبقى انت عامل نشيط.